بالنسبه لمحمود متولي برضو، محمود متولي حتى خروجه كان هياخد يعني اعلى تقييمات. محمود متولي كان مقدم مباراه كويسه جدا، يمكن الاصابه في استعاده الكره الثانيه وفي الاستحواذ على الكوره كان مقدم مباراه كويسه جدا. يعني محمود متولي لغايه ما خرج قطع الكره 12 مره. محمود متولي كانت السلبيه الوحيده في ادائه ارتكاب الاخطاء الكتير، بيعمل فاولات كتير، عمل 6 فاولات وده رقم كبير. لازم الارتكاز مطلوب ان انت تعمل فاولات تكتيكيه، ولكن مش بالرقم ده. دي يمكن السلبيه والايجابيه اللي كانت في محمود متولي، ولكن محمود متولي مكسب بصراحه. لما يعني لو كان كمل كمان كان هيبقى ارقامه اعلى من كده. محمود متولي وبيلعب لك في اكتر من مركز، دي نقطه مهمه جدا. نيجي اللي بعد كده ليه